1-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة. ومباراة الإياب ما بين النصر السعودي والعين الإماراتي بعد انتهاء مباراة الذهاب، مباشرة نتعرف مع حضراتكم على مباراة العودة ضمن مباراة الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل، من حضراتكم تتوقعوا معنا في التعليقات من يفوز في مباراة الإياب؟ ونتمنى تعطير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة ولايك لهذا الفيديو. مباراة مهمة للنصر السعودي أمام العين الإماراتي على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. المباراة إن شاء الله ستقام يوم الاثنين القادم 11 مارس 2024. المباراة منقولة على قنوات SSC سبورت والمعلق مشاري القرني، وأيضا SSC سبورت والمعلق حاتم بطيشة، وقنوات أبو ظبي الرياضية والمعلق محمد الشمسي، وأيضا شبكة قنوات بين سبورت القطرية. مباراة في منتهى القوة ومنتهى الندية، من يخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي؟ توقع معنا في التعليقات الفائز من هذه المباراة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.